السلام عليكم. شوفوا في هذا الفيديو كيفاش كنخدمه الروتور ديال اورانج. الروتور اللي كنشدو من عند اورانج اللي كيكون توا بالاشتراك. شوفوا كيفاش كيخدم ونشوفوا الاساسيات ديالو، يعني كيفاش تبدل المود باس، كيفاش تحبس الانترنت على شي واحد مكونيكتي ما عطيتيهش مود باس الى تبيراتا ولا المهم دي لي زوبسيون، كلشي اللي مهمين. الحوايج الاساسيه، اول حاجه كنتكونيكتاو الاورانج، كونكتو للروتور ديال اورانج. كنطبيو هاد لادريس 192.168.1.1. اوكي، هادي هي الفونيتر ديال اورانج، هكا كطلع. هذه الفونيتر الاولى اللي كطلع لك، ولكن كيخصك تكونيكتا. باش كتكونيكتا كتدخل ليه فقط المره الاولى ملي كتدخل كيكون لك موديفي مود باس، لان المود باس كتلقاه مورا الروتور. مود باس الاول كتلقاه مورا الروتور ديال اورانج، هو اللي كتدخل ان فوا كتدخل كيقول لك دير مود باس ديالك. في هذه الحاله ديالي انا ديجا كرييتو، ديجا درت مود باس اللي هو هذا، وضروري يكون فيه حرف ماجيسكول وارقام وحروف وشي بحال شي فصيله ولا شي نقطه ولا شي حاجه بحال هكا. بحال انا في هذه الحاله ديالي ديال الاروبات. هذا بعد غادي ندخلوا البارامتر، بارامتراج ديال المودم. اول حاجه عندنا هي بارامتر ريزو، ولكن نمشيو للمهم باش اللي بغى يعرف كيفاش يبدل المود باس ديال الواي فاي. هو هذا مود باس واي فاي، هو هذا دابا اللي عندي انا الواي فاي ديالي، هذا هو مود باس ديالو. كتجي كتكليكي هنايا ودير مود باس اخر ديالك جديد، وراك كليكي على اونجيستري، صافي كيتبدل المود باس. بغيتي تحبس الواي فاي كدير هذه، هكا كتحبس الواي فاي. دابا الانترنت كاينه في الروتور ولكن كتخدم بالكابل. هادشي الا بغيتي تحبس الواي فاي على الدار وتخدم غير بالكابل، الا عندك ماتريال كيخدم غير بالكابل صافي. سينو بغيتي ترجعو كتعاود تكليك عليه وكيرجع. بارامتر واي فاي كتكليك عليه كيرجع تاني كيتاكتيفا. هادشي كيما قلنا، الا بغيتي تحبس الواي فاي على الدار وتخلي الانترنت متلوقه غير بالكابل، يعني تكونيكتا لي بور اللي كاينين في الكابل اللي كاينين في الروتور مورا، اللي كيدوك لي بور اللي مورا الروتور كيتكونيكتو بالكابل. هذا الشيء هذا هو المهم في البارامتر ديال الواي فاي. كان هنا نجيو هاد اباغاي، اباغاي هنا كيعطيك بورطابلات اللي مكونيكتين. لافونتاج اللي كاين هو ممكن تحبس عليه الانترنت. هايا في هنايا دابا مأكتيف، يعني دابا ملي كتكونيكتا شي حد كيعطيك بلي كيبان لك هنا لادريس ماك ديالو والسميه ديال البورطابل اللي مكونكتي ولا بي سي. بغيتي تحبس عليه الانترنت كتجي ديزاكتيفي هادو، شوف داك البي سي ولا داك البورطابل وديزاكتيفي هادي وتحبس عليه الانترنت، كتحبس عليه هو بالضبط بوحدو. هادي من جهه. كاين هنا اوتيل، هادي ما عندنا ما نديرو بها، هادي ماشي شي حاجه. وكاين هنا افونسي. افونسي حاجه وحده اللي مهمه فيها فهاد افونسي، هي كتمشي افونسي سيستيم. كاين هاد موديفي لو مود باس، هذا هو مود باس اللي قلنا في الاول في الكرياسيون في الاول. هنا الا بغيتي تموديفيه كتدخل هنا كتموديفيه كدير مود باس اخر جديد باش ما يدخلش ليه شي واحد ويحبس عليك الانترنيت ولا يبدل لك مود باس. تقريبا هادشي هو المهم، هادشي هو اللي كاين في الموديم ديال اورانج. شي هو المهم هنا الا بغيتي تحبس الانترنيت ديال دوني موبيل، صافي هادشي اللي مهم فيه. لان هاد البارامترز راه كيجي مع الروتور. ملي كتشري المود هذاك الروتور ديال اورانج هو ماشي بحال اتصالات كتدخل تكونفيكيري، هو كيجي مكونفيكيري. وحتى الا درتي ليه الريزيت مثلا نسيتي مود باس ديال باش كتدخل الروتور ولا نسيتي مود باس ديال الواي فاي ولا دير ليه الريزيت وكيتكونيكتا بوحدو.
يعني هاد الكونفيغوراسيون ديجا كاينه معاه، ماشي بحال ديال الاتصالات كيخصك ملي دير ريزيت ما كتخدمش لك الانترنيت، ضروري دير ليها لا كونفيغوراسيون ديالها. هذا لا، هذا ان فوا كتدخل كيدير ريزيتي وكيخدم النيشان، كاين فاش ما كيخدمش غيرو ديماري. وهاد المرات كتعلق ديك البوله الحمراء، غيرو ديماري طفيه وعاود شعلو وراه كيخدم. هادشي اللي كاين.